إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة إيطاليا. شاركوا معنا في القناة وبارتجوا مع الأهل والأصدقاء، وخليوا لنا الآراء والنصائح ديالكم في التعليق وديروا جيم، وشكرا. السلام عليكم إخواني أخواتي. اليوم غادي نتكلم لكم على واحد المشكل كبير اللي كيتعرضوا ليه المهاجرين وكيتعرضوا ليه حتى وليداتهم. المهاجرين اللي غادروا البلدان ديالهم سخونه، البلدان ديالهم اللي فيها الشمس 360 يوم على 360 يوم، وجاوا لاوروبا، جاوا لايطاليا، جاوا لفرنسا، جاوا لالمانيا، اللي فصل الشتاء فيه تيكون نهار قصير بزاف، وربما تقدر ما تشوف الشمس على شهر او 20 يوم، وربما في بعض الحالات اللي ما تيشوف الشمس كاع في الوقت ديال فصل الشتاء. ذلك الظروف العمل مثلا كيخرج في الصباح بكري، كيخرج في الظلام، وكيجي في العشيه في الظلام. على هذه الحالات غادي نتكلم اليوم. هنا في الغربه غالبا تدوز 10 سنين ديال الغربه كيبداو عندك مشاكل ديال العظام، هذا الركابي، هذا الظهر، هذا الكتاف. انا شخصيا عانيت من هذه المشاكل ديال العظام، عانيت منهم ابتداء من 2011 جاني مشكل ديال الظهر، مشيت للمستعجلات برونتو سوكورسو هنا في ايطاليا. يعني علاش مشيت؟ الظهر ديالي صافي ما بقيتش نقدر نتحنى، ما بقيتش نقدر نصلي، ما بقيتش نقدر نهبط بظهري لتحت. مشيت للمستعجلات، عطاوني الدواء، جيت شويه لاباس، عطاوك هذوك الاونتي انفلاماتوار، عندها مفعول سريع بالزربه كيفوتك الحال، ولكن المشكل الاصلي بقى. يعني من بعد تهز شي حاجه ثقيله، دير شي حركه هكاك، كي يعقب لك ظهرك ثاني تضرك، ترجع يضرك ظهرك من جديد. هادشي كله موثق بالاوراق والوثائق اللي غادي تشوفوهم. مشيت من بعد قلت ربما الطاليان ما شرحوش ليا مزيان، مشيت عند طبيب مسعودي في خريبكه، دار لي لا فيزيت، قال لي ما كديرش الرياضه، دير هادي دير هادي، قال لي راك مكرف ما كديرش الرياضه. حقا ما كنديرش الرياضه بحكم العمل ديالي كحلاق، كتجلس بزاف ديال الوقت في الصالون، وما كديرش شي حركه كثيره، كتكون واقف، ملي تكون خدام تكون واقف، ملي تكونش عندك الكيان كتجلس. وغالبا ما كنخرجش انا من الصالون كاع، كنجي من الصباح حتى العشيه، ربما ما كتخرجش للشمس كاع لا في الصيف ولا في الشتاء. الدكتور المسعودي دار لي داك الراديو، دار لي فيزيتا، قال لي بان العظام ديالك تيبانو ما عندك هشاشه العظام، العظام ديالك ما واقفينش مزيان. وخرج لي الكالسيوم، وخرج لي فيتامين دي، وخات الدواء غالي بزاف في المغرب، وحتى لا فيزيت وهذاك الشيء كلشي غالي في المغرب. يعني هذا موضوع اخر اللي نقدر نهضروا عليه في فيديو اخر. المهم درت هذاك الدواء ديالو، جيت شويه لاباس. من بعد جيت هنا لطاليان باش ندير اكثر، درت سكانر، ما لقاوش عندي مشاكل كثيره، حيت كنت درت هذاك الدواء وهذاك الشيء وليت شويه مزيان. قال لي راه ما الظهر عندك مزيان دابا، ما عندكش، الا بغيت دير شويه الترويض راه مزيان، لا تدير الترويض على الظهر مزيان. ما درتش الترويض ما نكذبش، بقاو عندي المشاكل. من بعد ما تبغي تطلع تقضيه ولا حاجه، انا تنسكن في الدوزيام ايطاج، الا بغيت تطلع مثلا واحد الساك ديال التقضيه والباكيه ديال الماء ولا الحليب ولا كذا شي حاجه اللي ثقيله، ولا شي ساك ديال البطاطا ولا ديال البصله، كطلعهم ديما الغد راك عندك مشاكل. من بعد كنت تحت واحد الطيحه بالبيكالات، هرست لي واحد الضلعه، ما عندهم ما يديرولك في الضلوع، طلوع تيقول لك خاصك الراحه وغادي تبرب وحدها. وكانت عندي ضلعه اخرى مهرسه قديم، يعني ولاو ديما تينوضوا عليا جوج ضلعات، هما كل مره تتنوض عليا وحده ولا ينوضوا بجوجات، زيد عليهم الظهر شويه. من بعد جا واحد المشاكل ديال الكتاف، جا عندي ولا عندي كالتيفيكاسيوني في الكتاف، يعني الكالسيوم كيتجمع لك في الكتاف، الكالتشو كيتجمع في الكتاف، ولا تيضرني ملي كيتجمع تيولي تيقصاح، تيقصح، تيولي بحال الغضروف، بحال القروش، وتيولي يضرك في الحركه وهذاك الشيء تيولي يضرك. قالوا لي في
السبيطار ولا الطبيبه ديالي حيت مشيت للمستعجلات ولا الطبيبه ديالي قالت خاصك ترتاح، وعطاوني تريتمون ديال الكورتيزون. الكورتيزون سميتو البراوات ديال الكورتيزون موضعي، دقوهم ليا في الكتف بالضبط 3 المرات، ولكن المشاكل ديما كتبقى. يعني غير دير شي حركه شويه بسرعه ولا عنيفه ولا تهز شي حاجه ثقيله تيرجع لك المشكل. ومؤخرا حتى الركابي تاهما هو اللي تيضروني، مره ضرني اليمنى مره ضرني اليسرى. حتى لهاد الفتره ديال الحجر الصحي جلست في الدار، حنا الدار عندنا ما مشمشاش ما كنشوفو الشمس، البنيات مابقاوش بقاوش يخرجوا. انا المدام عيطت لها البيدياطريه الاولى قلت لها راه حنا ما كنخرجوش، البنات ما كيشوفوا الشمس، راه ضروري فيتامين دي، حيت حتى ولات الهضره بزاف ديال المناعه، والمناعه خاصها فيتامين دي، والمناعه خاصها فيتامين سي، والمناعه خاصها النوم 7 سوايع 3 8 سوايع. قرينا على هادشي وشفنا فيديوهات وكذا. عيطت عليها قلت لها راه خاصنا فيتامين دي، قالت لي ايه فيتامين دي راه خاص الدراري الصغار حتى الحدود 3 سنوات. وانا عندي بنت، بناتي جوجات، وحده عندها 4 سنين وحده عندها 7 سنين ونص، يعني كنت نعطيهم فيتامين دي غير حتى العامين ماشي 3 سنين. والبنيه الصغيره باقا عندي باقا تنعطيوها فيتامين دي، قالت لي راه خاصكم الدراري الصغار ياخذوا الفيتامين دي حتى 3 سنين، وياخذوا فيتامين دي في الوقت ديال البرد، الوقت ديال الشتاء اللي ما تبقاش الشمس بزاف. هذه ما كانتش في راسي انا، كانت في راسي بالله اعتذر، كانت في راسي بالله الدراري الصغار ياخذوا حتى العامين وصافي، وحبسات القضية سالت المسألة. إذن لا، أعطيو لوليداتكم الفيتامين دي حتى 3 سنين، وأعطيو لوليداتكم الفيتامين دي في الوقت ديال البرد، في الوقت ديال الشتاء اللي ما تتقشمش بزاف. فيتامين دي تقريبا في الأغلبية ديال دول أوروبا راه متوابلي، ما كتخلصوش ولا كتخلص شي حاجة بسيطة. وحتى بالنسبة للكبار اللي ما كيشوف الشمس، اللي ما كيخرجش للشمس ما كيتعرضش للشمس بواحد الشكل كافي، ياخذ فيتامين دي. الا ما كانش بحال مثلا تيخدم الليل و تيضل ناعس النهار كامل ما كيخرجش، ياخذ فيتامين دي. الا كان مثلا تيخدم بنهار شي بلاصه مغلقه ما كيشوف الشمس، وتيمشي لدارو بالزربه ما كيدير لا رياضه لا والو وما كيشوف الشمس، ياخذ فيتامين دي. فيتامين دي مهم، مهم جدا، مهم جدا. خديت انا فيتامين دي والحمد لله في هذيك الفتره ديال الحجر الصحي، ومن بعد دابا دازت تقريبا 2 أو 3 شهور على ملي بديت ناخذ الفيتامين دي، ولات امور تحسنات عندي، لا بالنسبه للكتاف ما بقاوش تضروني، وليت ندير حتى شويه الرياضه كاع نهزهم نخدم بهم، نطلع التقديه ما تضرنيش، ندير حتى التراكسيون شويه الرياضه بالكتاف على حساب الرياضه في الوقت ديال الحجر الصحي لكسر الملل. كنت نبغي ندير الرياضه انا والبنيات شويه، مره تضرك الركبه هذه مره تضرك الركبه الاخرى، الكتاف ما كنتش نقدر نحركهم كاع. دابا الحمد لله والشكر لله وليت مزيان، لا في الكتاف لا في الضلوع لا في الظهر، ركابي تا هما مزيان الحمد لله والشكر لله. نصيحه بفضل الله، بفضل النصيحه ديال الطبيبه، وبفضل فيتامين دي الحمد لله والشكر لله. اخواني اخواتي، خذوا فيتامين دي، خذوا فيتامين دي، خذوا فيتامين دي ليكم، الزوجات ديالكم، وليداتكم، والاهل ديالكم اللي كانوا معكم والدين في الغربه، تا هما عطيهم فيتامين دي مهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.